اتصال. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. لاله اختك. مرحبا. تحية ليك وجميع المستمعين. وتحياتنا لك ايضا. هذا نعطيك رغيف معمرين. رغيف معمرين. هاد ما جوج حقات ديال الطون. جوج حقات الطون. ديال المطيشة إلا ما كاينش نديرو بها الزيت ماشي مشكلة، غير هو ديال المطيشة كيجي زوين. ثلاثة البيضات. ثلاثة البيضات. جوج بصلات مشلوطين رقاق. قزبور ومعدنوس. ثلاثة الفرماجات. بلاتي بلاتي باش ندونو هادشي. يقول لك سيدات حنا كنزربو. قلنا ثلاثة الفرماجات. ثلاثة الفرماجات. عندنا التحميرة. التحميرة. الكمون. الكمون. الملحة. الملحة. وشوية ديال الزيت باش نشحرو هاد المكونات. نمشيو للعجين اللي فيها كيلو ديال الفورص. معلقة صغيرة ديال الخميرة. الخبز. بلاتي كيلو ديال الفورص. ياك ياك ما كنزربها لالا دنيا. شي شويه لالا سميره. معلقه صغيره ديال الخميره. جوج معالق كبار السكر. جوج معالق كبار سكر. شويه ديال الملح. ملح. واحد الخميره الحلوه. ملح. خميره الحلوه. معلقه كبيره ديال الخل. معلقه اربعه كبيره ديال الخل. أربعة المعالق كبار الزيت. المائدة. أربعة المعالق كبار الزبدة مذوبة. أربعة المعالق كبار الزبدة مذوبة. والماء دافي باش غادي نجمعو. الماء دافي باش نجمعو. غادي نمشيو للطريقة. غادي نسبقو أول حاجة هي الحشوة حيت خصها تبرد مزيان. غادي ندير البصلة تشحر في المقلة مع شوية ديال الزيت. غير طيح شوية ماشي نخليه حتى تذوب باش تبان لينا في الرغيفات. صافي نديرو الإقامة ونحركو. عاد نزيدو البيض وحنا كنحركو ونزيدو هذاك الفرماج تيذوب مع القزبور والمعدنوس. من بعد ما يذوب لينا داك الفرماج غادي نطفوه على البوطة ونكبو هذوك جوج كيكات ديال الطون. صافي نخليوها تبرد مزيان. نمشيو للعجينة. غادي نعجنو العجينة كاع السيدات كيعرفو المسمن بعد المكونات اللي عطيتهم. غادي نعجنو هذاك المسمن نخرجو منو كوينات صغيرين وغادي نورقوهم على شكل مربع حتى نكملو العملية. وغناخدو مربع مربع. غادي غير نطلقوها شوية بيدينا وغنديرو الحشوة في الوسط. ياك. وغادي نديرو على شكل ظرف مفهومة دنيا. ونديرو الزيتونة من الوسط. أيه نعم. ولا بغينا نديرو طريقة أخرى تاني باش نديرو شكيلات كناخدو واحد المربعة وكنديرو الحشوة في القنت في القنت ديال الحاشية وكنبداو نبرمو على شكل شوسون. صافي وبالصحة والراحة. كيجيو هائلين. جربتهم غير البارح. والله إلا درتهم غير البارح. غالين. بالصحة والراحة. غالين. إن شاء الله نجربوهم. مبروك أيضا. وتحية للناس ديال الدار البيضاء.